اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا كمال متابعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا رب العالمين. اللهم كما سترت ذنوبنا وعيوبنا في الدنيا فاسترها يوم القيامة. اللهم